وصف الدولي البرتغالي أدريان سيلفا الأسود بالمنتخب الصعب التغلب عليه في اللقاء القادم الذي يجمع بين الفريقين في نهائيات كأس العالم روسيا 2018. وقال سيلفا في تصريح لوسائل الإعلام قبل إجراء لقاء المغرب المرتقب يوم الأربعاء المقبل: ستكون مباراة صعبة مثل ما كان الحال مع إسبانيا، قد لا يكون المنتخب المغربي أحد المرشحين في كأس العالم، ولكن في هذه الأيام لا توجد منتخبات سهلة، كل فريق منظم بشكل جيد للغاية، وسنأخذ وقتنا لنرى كيف يمكننا تحقيق أقصى استفادة من فرصنا في المباراة. وأضاف لاعب خط الوسط البرتغالي: لا يهم اسم المنتخبات التي نواجهها في الوقت الحالي، لا توجد منتخبات سهلة، لقد رأينا في المباريات الأخرى التي قيل بأنها تخص مجموعات جيدة، لكن الصعوبات كانت بادية بين المنتخبات في التغلب على خصومها، المهم أننا نحضر بشكل جيد للقاء المغرب، وعلينا أن نضع ضرورة الحسم للتأهل كهدف لنا. ويحتم على المغرب الفوز في لقائه القادم أمام الزملاء أحسن لاعب في العالم كريستيانو رونالدو بعد الخسارة القاسية أمام إيران في اللقاء الأول، وهو ما يجعل المباراة صعبة على الفريق البرتغالي، إذ أن الفوز هو الخيار الوحيد لأبناء هيرفي رونالد للحفاظ على ماء الوجه. ويلاقي البرتغال خصمه المغرب الأربعاء المقبل على ملعب لوجينيكي الكبير بموسكو في ثاني مباراة عن المجموعة الثانية التي يتواجد بها منتخبي إسبانيا وإيران.